بس ما أكون عم خالف القواعد. شلون شفت لي هالفطور من هيك مكان عالي؟ بيفتح الشهية اشتقت له. ونحن اشتقنا لنعمل يلي بدهم اياه الناس. ما هيك يوسف؟ لا، ما بقي من هدول الناس. طلع عنيك. المدينة كلها رح تكون تحت رجليك. لا. قلت لا. شو اللي ناقص؟ أنا ما بعرف، بس بعرف إنه أنا هون مشان هذا النقص اللي عندكم. شاب كتير ذكي. بعدنا هون لكان، ممكن تعبي لي الصحن؟ في مدينتين مختلفتين جوات هاي المدينة الكبيرة. في مدينة منهم بينحط كل شي قدامك من شان تختار يلي بدك إياه، وبالمدينة الثانية لازم تتعذب كتير لتقدر تلقط شي من هالبحر. يعني معقول ناكل سمك مقلي من عالصبح؟ شو بدك مني يا ابن اختي؟ قلي، بتحب اعطيك 3 رجال قبضايات وخصورهم مجهزه بكل شيء من شان المشاكل؟ ولا شيء. اخذنا منك اللي بدنا اياه خال، هلا صار لازم تصرفنا. لكن خليني اعطيكم كم نصيحه قبل ما اصرفكم وتروحوا على شغلكم. يلي بيحني راسه بيقول لك أنا تحت أمرك بهاي المدينة لازم تخاف منه، لأنه هيك رجال شو بيكون؟ بيكون راسه تحت الأرض من زمان وعيونه عم تطلع لفوق، ومشان هيك احسب حسابك منيح. يلي بيحني راسه لألك بالمدينة يلي فوق لازم تحميه أول إنسان، لأنه يلي بيحني راسه لألك هنيك بس ما رح نكون لحالنا. في عنا مراكز قوة. طيب وأنا شو رح يكون دوري؟ هي مو مزبوط إني تابع أمور مثل هي. أنا بحاجة لزلمة تابعها يكون بيفهم بهاي الأمور من جهة، وتكون الخيوط كلها بإيدك من جهة تانية. ايه بس العظم زلمة قبضاي،
عنده بنات عم يدرسوا بالجامعة وعليه ديون خير الله. إذا تضايق شو؟ لا لا ما بيخون ما بيخون، بس إذا رحت على المحل ولقيته مانو موجود هنيك فمعناتها السفينة متروكة بقلب البحر وفي خطر عليكن. مو هاي المشكلة الأساسية يا خال؟ رح يجمع علينا نحن لأنه نحن عم نحميه؟ أول شي رح يجيك تليفون رح يحكوا معكن حسب الأصول ويطلبوا بتهذيب ويقولوا لكم اتركوا الموضوع. بس مو هذا يلي عم ندور عليه. مزبوط، انت يلي بدك اياه هو يلي اعلى منه ما هيك؟ ايه توصل لعنده وبتنهي وبتنهي المشكلة. وهذا كمان في اعلى منه؟ على مهلك يا علي كماشي، لازم تصبر ما بيصير، انت عندك زيادة من كل شيء. مزبوط، بس اذا ما رح تصبر يا ابني رح ينزلوك بنص الطريق. اذا ما قمت من على الطاولة ما فيك تقعد على طاولة تانية يا ابن اختي. يلي بدك تعمله بوحدة من المدينتين ما رح تقدر تعمله لبعد ما تقوم على الطاولة، ويلي رح تعمله بالمدينة التانية ما رح تقدر تعمله غير قبل ما تقوم على الطاولة. طبعا بكير لنفرح بالقصة ونبلش نحتفل ونشرب شمبانيا، لسه ما طلع هيك قانون وما في تعهد مثل هالشي ولا في شركة أو بطاقة مثل هاي. وشو لازم أنا أعمل لتصير؟ يوسف عم يعمل جولات تحضيرية، رح يحاول يشرح للناس بالحسنى المشاكل ومساوئ صلاة القمار وقديش بتسبب مآسي. بالبداية رح نحاول ننظف المنطقة مشان نبلش على نضيف، ما عاد في حدا غيرنا وصلاة القمار كلها رح تكون إلنا. طيب وأنا شو؟ أنت رح تبلش تعمل الجولات التحضيرية، لازم تقوي حالك ولنشوف إذا كنت رح أمن لك. شو في مشكلة؟ ما رح ننتقل للقهوة؟ شو بدنا نضل هون في قدامنا شغل كتير؟ يلا سلام خال. إزيل نصيحة أخيرة يا ابن أختي، منشان تقدر تلفت نظر يلي هنن فوق وتقدر تقنع يلي هنن تحت وبيهموك مشان شغلك، البطولة ما بتكفي يا ابن أختي ما بتكفي. شو لازم أعمل؟ لازم نجمك يلمع يا ابن أختي، لازم نجمك يلمع.